يوم الهجرة غير النظامية أو غير الشرعية يتم تنظيم لها لأسباب سياسية. كان البعض فكر في الخروج عن القانون والذهاب بالبلاد إلى التفتت والاقتتال، فهو واهب. سيطلع الفجر في سماء تونس بالرغم من تآمر المتآمرين. هناك مؤامرات وستتدون لها، وعرفوا أنكم أحرار ولن تمر عليكم هذه المهاترات التي تحاق كل يوم. تعرفونهم ومن يقف وراءهم في الظلام.